سعيدة نغزة سيدة الاقتصاد الجزائري. أكدت نغزة أنها سيدة أعمال تمارس الدبلوماسية الاقتصادية بكل جدارة واقتدار. رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية اتحاد أرباب العمل أكدت لوكالة الأنباء القطرية أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والجزائر مزدهرة وواعدة في ضوء التنامي غير المسبوق لهذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وأن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والجزائر تشهد ازدهاراً غير مسبوق وينتظرها مستقبل واعد. سعيدة نغزة أكدت أن البلدين قطعا أشواطاً مهمة في تعزيز علاقتهما التجارية والاستثمارية، ولديهما أطر متعددة للتعاون الاقتصادي. وقالت قطر اليوم تعد أكبر مستثمر عربي في الجزائر، ونتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات في ضوء جهود الشراكة كذلك بين القطاع الخاص في البلدين مثل الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات والسياحة والرياضة، وخاصة الصلب من خلال الشركة الجزائرية القطرية للصلب، بما يحقق التكامل بين البلدين، خاصة أن قطر تمتلك رؤية استراتيجية للاستثمار في الخارج، بينما توفر الجزائر سوقاً مهيئة للاستثمار المربح عبر القطاعات المتعددة. وعلى الصعيد الجزائري أكدت السيدة نغزة أن أهم قرار في البرنامج الاقتصادي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو تنويع اقتصاد البلاد والرفع من حجم الصادرات خارج قطاع النفط والغاز، معتبرة أن دولة قطر تمثل نموذجاً اقتصادياً يحتذى بالنسبة للجزائر في هذا المجال. وفي ختام تصريحاتها أكدت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 تمثل عرساً كروياً عالمياً ومصدر فخر لكل الدول العربية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.